بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات، ودرسنا اليوم هيكون بعنوان نشأة بلادي الكويت. وطبعا هتكلم فيه طبعا عن قصة بلادي الكويت. أولا لابد أن أتعرف على معنى كلمة الكويت قبل الحديث عن نشأة بلادي الكويت. خليني في البداية أتكلم عن اسم الكويت ومن أين جاءت هذه التسمية لدولة الكويت. أولا، ما معنى اسم الكويت؟ طبعا اسم الكويت هو تصغير لكلمة كوت، وهو الحصن الصغير الذي يستخدم لتخزين الأسلحة والمؤن. لازم كلنا نعرف يا أبنائي ما هو المقصود باسم الكويت. مرة تانية، هو الحصن الصغير الذي يستخدم لتخزين الأسلحة والمؤن. طبعا كان هناك اسم قديم للكويت، وهو طبعا كما هو واضح أمامي على الشاشة، الاسم القديم للكويت كان يسمى الجرين. لو انت تلاحظ معي في هذه الصورة، بتلاحظ طبعا ما يدل طبعا على سبب التسمية. وطبعا كلمة الجرين هو تصغير لكلمة القرن كما هو واضح ومعروف. دي طبعا المعالم لدولة الكويت قديما كما هو واضح أمامي في الشاشة. بعد يا شباب ما تعرفت على اسم كلمة الكويت ومعنى الكويت، خليني أتعرف أيضا بعد ذلك على القصة الثانية لبلادي الكويت، واللي فيها هنتعرف على هجرة آل الصباح من منطقة الهدار حتى الاستقرار في الجرين التي أطلق هذا الاسم على دولة الكويت قديما. تعالوا مع بعضنا نتعرف على هجرة آل الصباح إلى الكويت. لو أنت تلاحظ معي خط سير الهجرة لآل الصباح قديما، طبعا بتبدأ هذه الهجرة من منطقة الهدار كما هو واضح أمامي في نجد من المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك اتجهوا إلى شبه جزيرة قطر، ثم بعد ذلك إلى منطقة الصبية، ثم بعد ذلك غادروها إلى الجرين، وكان هذا هو الاستقرار في دولة الكويت.
طبعا يا شباب، الموطن الأصلي لآل الصباح كان في منطقة الهدار في نجد، ودي طبعا كانت بداية الهجرة لآل الصباح كما هو واضح أمامي. بداية الهجرة كانت من خلال استخدام الجمال كما هو واضح أمامي. طبعا سكنوا في قصر صبحة طبعا في منطقة الهدار بمحافظة الأفلاج، وطبعا هذا هو موقع القصر قديما الذي يسمى قصر صبحة بمنطقة الهدار. طبعا كانت هناك أسباب لهجرة آل الصباح. تعالوا مع بعضنا نتعرف ما هي أسباب هجرة آل الصباح. طبعا كانت أسباب الهجرة طبعا بسبب الجفاف والقحط، ولذلك اتجهوا طبعا إلى شبه جزيرة مين؟ إلى شبه جزيرة قطر. طبعا استقروا في شبه جزيرة قطر حوالي 50 عاما، ثم بعد ذلك غادروها بحرا بواسطة شباب بواسطة السفن، وتحديدا باتجاه الشمال إلى منطقة مين؟ إلى منطقة الصبية. وطبعا كلنا عارفين أن آل الصباح لم يمكثوا كثيرا في منطقة الصبية، بل غادروها طبعا إلى الجرين. طبعا الخريطة التي أمامي بتوضح طبعا بداية هجرة آل الصباح اللي هو خط سير الرحلة أو الهجرة. بدأت طبعا كما هو واضح من منطقة نجد اللي هي طبعا الهدار في نجد، ثم بعد ذلك إلى شبه جزيرة قطر كما هو واضح أمامي، ثم بعد ذلك إلى الصبية، ثم استقروا في الجرين. طبعا غادروا طبعا إلى شبه جزيرة قطر، وذلك طبعا كما هو واضح أمامي غادروها بحرا بواسطة السفن، وهاجروها طبعا إلى منطقة الصبية بعد أن مكثوا فيها حوالي 50 عاما كما ذكرنا. طبعا بعد أن مكثوا في شبه جزيرة قطر غادروها طبعا إلى منطقة الصبية ليستقروا في الجرين. اللي هي طبعا الكويت حاليا، وطبعا اسم الجرين هو الاسم الذي أطلق على دولة الكويت قديما كما ذكرنا. طبعا سموا آل الصباح بالعتوب، وسبب التسمية زي ما كلنا عارفين يا أبنائي اللي هو كثرة ارتحالهم من مكان إلى آخر، ولذلك سموا بالعتوب. وهذا ليس لقبا، ولكن طبعا كان بسبب كثرة ارتحالهم من مكان إلى آخر. طبعا الخريطة التي أمامي بتوضح بداية خط سير هجرة آل الصباح، وطبعا كما ذكرنا أن بداية هجرة آل الصباح بدأت من منطقة الهدار كما هو واضح أمامي في نجد، ثم بعد ذلك طبعا هاجروها إلى طبعا شبه جزيرة قطر، ثم إلى الصبية حتى استقروا في منطقة الجرين التي أطلق عليها اسم الكويت بعد ذلك.
تعالوا يا أبنائي نتعرف مع بعضين على هذا السؤال. بيقول لي هنا علل هجرة العتوب من منطقة الهدار، يعني ليه العتوب هاجروا من منطقة الهدار وراحوا شبه جزيرة قطر؟ طبعا سبب الهجرة كان بسبب الجفاف والقحط. طبعا سبب الجفاف والقحط كان هو السبب الرئيسي في هجرة آل الصباح من منطقة الهدار. برافو عليكم. وده طبعا أسباب هجرة العتوب إلى مين؟ إلى قطر. تعالوا يا شباب نتعرف مع بعضينا على هذا النشاط اللي فيه طبعا هنكمل العبارات التالية. بيقول لي هنا رقم واحد، انتقل آل الصباح من منطقة الهدار إلى شبه الجزيرة العربية بواسطة يا شباب. احنا زي ما قلنا ان هم هاجروا من منطقة الهدار واستخدموا وسيلة اللي هي طبعا ايه اللي هي الجمال. وطبعا سبب استخدام هذه الوسيلة، طبعا كلنا نعرف ان الجمل يسمى بسفينة الصحراء، وذلك لانه طبعا يتحمل الجفاف كما انه يتميز بالسرعة في الصحراء. وهذا طبعا هو سبب استخدام الجمال كوسيلة للهجرة من منطقة الهدار، زي ما قلنا لان الجمل يتحمل ايه الجفاف. تعال نشوف السؤال الثالث مع بعضينا. بيقول لي هنا انتقل آل الصباح من شبه جزيرة قطر إلى الكويت بواسطة، طبعا بواسطة يا شباب بواسطة السفن، لأنهم غادروها إيه؟ غادروها بحرا باستخدام السفن. طبعا استخدامهم للسفن كان بسبب ركوبهم للبحر، لأنهم هجروها مستخدمين البحر باستخدام السفن كوسيلة للهجرة من شبه جزيرة قطر. تعالوا يا شباب مع بعضنا نتعرف أيضا على هذا النشاط اللي هستخدم من خلاله الكلمات الموجودة أمامي. بيقول لي هنا إحدى الأسر العربية هجرت من الهدار إلى شبه جزيرة قطر. مين يا أبنائي حل لي هذا السؤال؟ أيوة أنا سامع واحد بيقول لي يا أستاذ إن طبعا الأسر دي تسمى الصباح. طبعا آل الصباح هم الذين طبعا هاجروا وبدأت رحلتهم من منطقة الهدار حتى استقروا في منطقة الجرين في الكويت. وبكده يا أبنائي نكون انتهينا من درسنا اليوم، على أمل أن نلقاكم الحصة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.